حامل اللقب مانشستر سيتي يقنع والوصيف يسقط والبرشا يمتع، حارس لاتسيو وجود بيلينغهام المدريدي والأهداف القاتلة. يا حي الله بالطيبين، يا مرحبا ويا مسهلا، السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي الغوالي متابعي قناة جرينتا سبورتس، معكم أخوكم معتصم بالله ورجعنا لكم في فقرة الشامبيونز جرينتا، الفقرة الأسبوعية بنحكي فيها عن دوري أبطال أوروبا. واليوم معنا سرد سريع لنتائج مجموعات الثمانية بشكل مختصر وسريع، والحديث عن إذا في نقطة مميزة بكل مباراة راح نسلط الضوء عليها. فاصل وراح نبدأ. يا من تسمعوني صلوا على طبيب القلوب، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. صديقي إذا أول مرة عم تشوفني أتمنى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس. كتير أصدقاء عم يشوفوا الفيديوهات وما هن مشتركين بالقناة، أتمنى أنه ما يبخلوا علينا بالاشتراك. وكمان الشيء بالشيء يذكر، لا تنسوا تتابعونا على مواقعنا على التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو يوتيوب اللي نحن موجودين عليه حاليا، أو تيك توك أو إنستغرام. والسؤال اليوم بعد ما شفت الفرق الـ 32، مين هو الفريق المرشح، الفريق اللي أقنعك وشفته قريب كتير من البطولة؟ أتمنى تترك لي توقعك بالتعليقات. المجموعة الأولى كان في عنا مباراة ملحمية وتاريخية، جمعت البايرن ميونخ بمانشستر يونايتد، والمباراة شهدت 7 أهداف. للأمانة هفوات دفاعية قاتلة من الفريقين وخصوصا من قبل دفاع وحارس مانشستر يونايتد، على الرغم من انه كانوا مساهمين بتسجيل اهداف المانشستر. المباراة الثانية كوبنهاجن كان عم يتقدم بهدفين على جالاتا سراي في اسطنبول، والدقائق 87 و89 كان عم يشهدوا تسجيل الجالاتا لهدفين، انعش اماله بالقتال على بطاقة للوصول الى الدوري الاوروبي على اقل تقدير، مع اني كنت متامل انه الجالاتا يفوز بهالمباراه، خصوصي انه على ارضه صعب جدا خصوصي بكوبنهاجن لان اللعبه راح تكون من نار. المجموعه الثانيه الارسنال بعد عودته المحموده للتشامبيونز ليج عم يغلب اندهوفن ب4-0، مباراه ممتعه قدم فيها ابناء ارتيتا كل شيء جميل وكل شيء حلو، اهدروا العديد من الفرص، وساكا كالعاده كان متالق. اما بالمباراه الثانيه اشبيليا سجل هدف كتير رائع من ركنية عن طريق كامبوتس، لكن الفريق الفرنسي لانس كان بالمرصاد وأدرك التعادل. المباراة شهدت مستوى جميل فوق الوسط من الفريقين، كنا عم نقول عن هيك مباراتنا مملة، لكن الأمانة كانت المباراة كتير حلوة وانتهت بالتعادل 1-1. مع الثالثة عادات وتقاليد وجرينتا وقميص ريال مدريد دائما يفعل الفعل، النتيجة لحتى الدقيقة 92 و40 ثانية 0-0، وفجأة جود بيلينغهام يعود ويسجل. الشيء اللي كان عم يعمله بفرق الليغا اليوم بلش يعمله بدوري ابطال اوروبا، ومع يونيون برلين احد اكثر الفرق المتطوره باخر 5 سنين في اوروبا. للامانه الظهور الاول ليونيون كان محترم جدا، هي اول مباراه في تاريخ يونيون. ريال مدريد ممكن ما يلعب، لكن ريال مدريد راح يربح، وكلمه السر الجديده الباسورد جود بيلينغهام. بالمباراه الثانيه بطل ايطاليا نابولي كان عم يغلب براغا بنتيجه 2-1. للامانه يعني نابولي مو نابولي سباليتي تبع الموسم الماضي اللي بنعرفه، ممكن يتأهل للدور الثاني لكن ما راح يروح شوط طويل في البطولة. حتى محليا قال لي مالي متوقع هالموسم انه يعمل شيء. نابولي فاز على براغا 2-1. المجموعة الثالثة شهدت مفاجأة من العيار الثقيل لما سالزبورغ الممرشح غلب بنفيكا بنتيجة 2-0. الطرد تلقاه بالدقيقة 13 لاعب بنفيكا اثر كتير على مردود الفريق، اضطروا يغيروا من منهج واسلوب اللعب، اضطروا يلعبوا شوي ورا، اضطروا يقلصوا هجماتهم، وهذا ادى الى انه شهدوا هدفين في مرمان خصوصي بعد ما طلعوا ليعوضوا الهدف اللي تلقوه بالشوط الاول. بنفيكا وضع نفسه في موقف محرج جدا، وصار لزاما عليه يربح كل المباريات الباقية مشان يشعر بالأمان ويقدر يتأهل للدور الثاني. لكن الشيء اللي بيريح بنفيكا انه الوصيف انتر ميلان سقط في ظهوره الاول بالموسم الجديد امام سوسيداد بفخ التعادل، ولو تارو مارتينيز كان عم يسجل هدف بدقائق كتير كتير صعبة باخر 10 دقائق من المباراة، لو تارو او اخر 5 دقائق حتى المباراة، لو تارو مارتينيز عم بينتزع نقطة التعادل كتير صعبة من سوسيداد اللي فيه لعيبة متألقين كتير وعلى راسهم الياباني كوبو. المجموعة الخامسة نادي فاينورد الهولندي كان عم يغلب سيلتك الاسكتلندي بنتيجة 2-0. دنيا حلوة وزي العسل، قلب لي اللعبة. على اللعبة الثانية اتلتيكو مدريد بالعاصمة روما بأرض لاتسيو كان متقدم على لاتسيو بنتيجة 1-0 حتى آخر ثواني من المباراة، لما لاتسيو بيحصل ركنية وبيتقدم الحارس بعد ضربة كيف ترجع تطلع الطابة برات 16 وبترتد بالمنطقة الفاصلة بين نقطة الجزاء والحارس
بيشوفها حارس لاتسيو بيتصدالها وبيسدد كرة بيعجز عنها حارس اتلتيكو مدريد الخبير اوبلاك، وبنتيجة بتنتهي 1-1 في سيناريو درامي وكتير حلو. شفناه هيك سيناريو مع نادي ريال مدريد بالثواني الاخيرة، وشفناه قبل بيوم مع لاتسيو امام اتلتيكو مدريد. المجموعة السادسة مجموعة الموت في واحدة من المباريات، هي ممتعة لكن عادية جدا. ميلان كان عم يستضيف نيوكاسل واللعبة عم تخلص بيضاء، تونالي لعب ضد فريقه السابق واللعبة خلصت 0-0، بينما في الطرف المقابل لعبة العشرة كان باريس عم بيستضيف دورتموند رحلة لويس انريكي. التعاقد مع هذا المدرب كان مشان دوري الابطال، والبداية كانت مبشرة حينما تمكنوا من التغلب على دورتموند بنتيجة 2-0. حتى الان عثمان ديمبيلي ما عمل شيء، ما عمل اي اضافة مع باريس، فقط لاعب بيفتل وبيخسر كرات وبيعطي كرات عشوائية. نيال جماعة برشلونة خلصوا من هذا اللاعب، وايضا خروج نيمار مهم اثر على الفريق، عندهم لاعب بقيمة ووزن وحجم كيليان مبابي مهم بحاجة نجم جديد. طبعا خسارة خروج راموس وخروج ميسي من هذا الفريق، لكن التعاقد مع انريكي حط في بالك بالبنط العريض، كل اللي كانوا قبل انريكي حققوا الدوري الفرنسي لكن ما طول. انريكي انت ممكن ما تحقق الدوري لكن بدنا دوري الابطال. المجموعة السابعة كان في شيء مفاجئة عم تطبخ وعم تتجهز من نادي النجم الاحمر، لما تمكن من تسجيل هدف عكس مجريات المباراة ضد السيتي. لكن اللي بيملك لعيبه بكاريزما السيتي اكيد راح يفوز بالنهايه، حامل اللقب بيرجع بفوز صريح من امام النجم الاحمر بنتيجه 3-1. اللعب الثاني لايبزيج الالماني كان عم يغلب يونغ بويز بنتيجه 3-1، مباراه فافوري رايحه باتجاه لايبزيج، ما في داعي نحكي عنها كثير. بالمجموعه الثامنه والاخيره بورتو افتتح مشواره في مجموعه بتضم الى جانب برشلونه ضد نادي شختار دونيستيك، وكان عم يغلب بنتيجه 3-1، فوز صريح وفوز ممتع ومقنع. على الطرف الاخر برشلونه بعد خماسيته في الدوري عم برجع يضرب فريق انترتويب البلجيكي بنتيجه 5-0. شفنا جواو فيليكس نجم الساره وتمكن من تسجيل هدفين، وفاندوسكي ايضا عزز رصيده في سباقه وراء ميسي ورونالدو، لكن صعب كتير ما بيحسن بوصلون، لكن عزز رصيده من الاهداف في دوري ابطال اوروبا. اصدقائي الغوالي انا هيك انتهيت من سرد الجوله الاولى من دوري ابطال اوروبا، اخر نسخة من المسمى الحالي، لان الموسم الجاي عندنا نسخة جديدة ونظام لعب جديد. فقرة الشامبيونز جرينتا راح تجيكم بشكل دوري بعد كل جولة، اتمنى تدعموها بلايك وتعليق وكثروا التعليقات، ترى التعليقات كتير حلوة وممكن نفتح نقاشات فيها. تبوا بامان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.